طبعا الحرب اكلت ثلث عمري، انا شاب عمري 27 سنه، الحرب استمرت من سنين وما زالت طبعا. اليوم تسرحت، شفت المآسي، شفت الويلات، لدرجه انه انا ما بحب ارد على التليفون لانه اكيد بنسبه كثير كبيره 90% اي تليفون رح يجيني انه خسران عز رفقاتي وخسران كثير بهالمعركه. بتمنى ما ترجع الحرب ابدا.